فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء أنه يدخل إصبعه في فمه وينظف به أسنانه صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم ذلك، ولكن كما مر بكم أنه يستاك قبل الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فيستعمل المسواك قبل الوضوء، قبل المضمضة يستاك أولا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالمسواك، فيبدأ بالسواك ثم يتمضمض. إذا أدخل أصبعه لا مانع من ذلك، لكن ما نقول إن هذا سنة أو إن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم هذا. نعم.